السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة طنجاوية في ليون. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الجولة في واحد المغازان اسم ديالها كولتورا. هي عاد فتحت في جهة فين ساكنين وفيها المهم. انا اليوم في هذا الفيديو هذا صورت لكم جهة ديال المستلزمات الحلويات، كل ما تحتاجوا باش توجدوا الكاتو. كاين الحلويات مهم زينة جاهزة باش تعدلوا الذوق والطرطات ديالكم. كنتمنى الفيديو يعجبكم وان شاء الله الا شفت نال الاحسان استحسان ديالكم. المره اللي ما جان صور لكم الجهات اخرين، كاينين الالعاب ديال الاطفال، كتب، الالات الموسيقيه، كاينه كذلك لوازم الاعمال اليدويه، الخياطه، المعجنات، مهم هذاك الجيبس والعجينات، المهم اي حاجه بغيتوها كاينه في هذا المغازه هذه. ان شاء الله في المره المقبله نبقى نصور لكم كل مره جهه. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اللي مازال ما مشتركش يشترك فضلا وليس امرا. وكنتمنى الفيديو يعجبكم وفرجه ممتعه. في امان الله.